أول ما بلش الهجوم الروسي على أوكرانيا كان الرياكشن عنا إيه؟ حرب جديدة ومش على أرضنا؟ لا غريبة هاي، مش معودين على هيك. طب خبرونا قبل يا جماعة، تصدموناش هيك؟ تعرفوا يعني اللي متعود يكون مشارك وفجأة هيك تزتوا تهمشوا كمتفرج، يعني صدمة. هاشتاج حاسس بغربة. إيه أيام الحرب. إسا لما يصير حرب ببلد، الطبيعي يا حبايب إنه يصير فيه لجوء من المدنيين لدول أخرى، وكل البيبول على وجه الأرض عندهم غريزة النجاة. في خطر، موت، قصف، طبعاً بدك بر أمان، أكيد منطق. إن كنت أبيض، أسود، حنطي، أخضر، أحمر، أصفر، أزرق، بطيخي، كله بشر وبده ينجو، إنسان وبده ينجو بحاله. إيه بس لا يا حبيبي، بالنسبة لحكومات الغرب واللي عم نشوفه، في لون أهم من لون، سوري يعني، الفواتح شي والغوامق شي، كل واحد يعرف حدود لونه. إيوه. وعلى الحدود بين أوكرانيا وبولندا لما هربوا المدنيين اللي كل التضامن معاهم من أوكران وأفارقة وأفغان وعرب وغيرهم، هذا اللي صار. جنود أو مقاتلون أوكرانيون يمنعون أفارقة من الاقتراب من القطار أو الركوب إلى أن يغادر القطار من دونهم، وكان على متنه فارون أوكرانيون من الحرب نحو الحدود الغربية. We hadn't slept for 2 days because of all of this, and you know we were just angry about it and everything because why would they take the Ukrainians out first and leave us in their country in the cold? It was dark. It was just so chaotic. They were treating us like animals, telling us to sit down, stand up. Pushing us, using the baton on us, shooting fire, like firing guns in the air to scare us and all sorts. To what kind of people they did that? Only to anyone that's not Ukrainian. Anyone that's not. Yeah. شباب دي حدود بولندا تمام في نقطة التفتيش الأوكرانية والتعامل زي الحيوانات هنا تمام بيقعدوهم وكل شوية يرجعوهم وشتيمة وقلة أدب. فاللي جاي على حدود بولندا يبقى عارف هو جاي فين من قبل ما يجي. احنا قاعدين والاوكران بيجي لهم اكل وتعامل، هما بني ادمين احنا حيوانات عادي مفيش مشكله. الله 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 على الانسانيه الاوروبيه الشقره ام عيون زرق. لك شو هالتمييز الوسخ المتحضر هاد، يعني تفرقه عنصريه ولا ازبل، وهذا الوجه الحقيقي تبعكم. بس سبحان الله اخواتي كيف الحدود الاوروبيه مفتوحه هيك قدام اللاجئين. اخ يا ذاكرتي اسعفيني، مين اللاجئين اللي طلعوا من دمار وحرب وموت وهيك وركبوا بقوارب الموت وغرقوا بالبحر ليوصلوا للشواطئ الاوروبيه وبالطرق البريه كمان كانوا الجيوش يسكروا عليهم الحدود ويضربوهم. اللاجئين السوريين وغيرهم وغيرهم كتار. بس هدول ما بنفتح لهم الحدود هيك بسهوله، شو مال. You know, was hesitant to take in refugees. Talk about what has changed and the different position now. Yeah, well, just to put it bluntly, these are not refugees from Syria. These are refugees from neighboring Ukraine. I mean, that, quite frankly, is part of it. These are Christians, they're white, they're... It's really emotional for me because I see European people with blue eyes and blonde hair being killed, children being killed every day with Putin's missiles. Looking at them, the way they're dressed, these are prosperous middle-class people. These are not obviously refugees trying to get away from areas in the Middle East. They look like any European family that you would live next door to. Ми за беженците всъщност много важно нещо също се каза вчера. Както каза австрийския канцлер, това са наши роднини, това е нашето семейство. Вие като тегля една черта, един кръг около Австрия, ми аз засягам много градове. Това са хора, които са европейци. Така че и ние, както и всички други страни, сме готови да ги посрещнем, образовани. Това, което даже виждаме, че част от желаещите и към нашата страна, които са отправили желания, са програмисти, високо квалифицирани. С други думи, тук не е... Лек, انتو الحق عليكو يا لجئين. انتو اللي متضايقين من هالحكي والتصريحات الغربية. عفوا يعني, لا أوروبيين, لا بيض, لا عيون زرق, لا شقر, ولا انتو طبقة وسطى, ولا متحضرين. المرة الجاي, كل شعب بده يلجأ لأوروبا. يحقق هالشروط وشوفوا كيف البواب بتنفتح لكم واحلى معامله. يور ويلكم, بنحطكم اون هيد اوف يوروب. ولو But this isn't a place with all due respect
you know, like Iraq or Afghanistan that has seen conflict raging for decades. You know, this is a relatively civilized, relatively European, I have to choose those words carefully. Now the unthinkable has happened to them. And this is not a developing third world nation. This is Europe. عطيني عطيني بعد عنصرية عطيني يا غرب خليني أصير متحضر عطيني وانت آخر واحدة شو قلتي؟ This is Europe. ومالك هيك مصدومة عساس يوروب يا عيني شو مش شايفة حرب بحياتها الحرب العالمية بأجزاء الأولى والتانية مين اللي عملها أمي ها؟ ومحرقة اليهود وين صارت؟ مش بيوروب السخيتة الإعلام الغربي المنافق قاعد بيحاول يميز الأوكرانيين ويقول هدول مش مثل دول الشرق الأوسط والدول الفقيرة بالعالم الثالث اللي بتصير عندهم حروب ياه عساس شو الحروب اللي بتصير عنا مش سببها حكومات الغرب والدول العظمى لا حرام لعبة السياسة الغربية هي نفسها التعامل بإزدواجية المعايير بس هلأ بحرب روسيا أوكرانيا واضحة كالشمس لما بلش الهجوم الروسي على أوكرانيا فش أسبوع زمن اتحد الغرب كله وطلعوا بقرارات مهمة وعقوبات ضخمة على روسيا إيش 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 شو السرعة وشو النظيف هاد بالوقت اللي فلسطين صار لها محتلة 74 سنة من أبشع احتلال ما وفر يوم ليأجرم ويقتل ويعمل مجازر وتطهير عرقي واستيطان وضم أراضي وفصل عنصري بحق الشعب الفلسطيني وهذا العالم المنافق ما أصدر ولا عقوبة واحدة ضد الاحتلال الإسرائيلي You're happy to correctly use the most strong and robust language to describe the crimes against humanity of Vladimir Putin, but you will not use the same strength of language when it comes to describing the Israel's treatment of the Palestinians when it is now being documented and detailed by two of the most respected human rights organizations in the world, and indeed has been alleged by dozens and dozens of non-governmental organizations, and to be honest, anybody who looks honestly at the decades of brutal, inhumane persecution of the Palestinians, successive assaults on Gaza, the annexation of their land and territory, the systematic application of apartheid rules, you don't want to even use the word apartheid. Amnesty International are calling for Israel to be referred to the International Criminal Court for crimes against humanity. Will you support it? They are calling for targeted sanctions against Israeli officials who are perpetuating the system of apartheid. Just exactly the same types of sanctions you've just initiated against Vladimir Putin. Will you support it? And I think the answer is clearly you're not going to. بأوكرانيا مهندس أوكراني حصل على لقب بطل أوكرانيا لأنه فجر حاله بجسر حتى يوقف تقدم مجموعة روسية الإعلام الغربي طبعا أشاد ببطولته كبطل من المقاومة الأوكرانية لكن لو هالفعل نفسه أو شبيه أو أقل منه نفذوا مقاومين فلسطينيين ضد الاحتلال كان الغرب رح يسميهم إرهابيين الرياضة عجنب والسياسة عجنب مش هيك يا فيفا؟ هاي معروفة صار عيننا فيها فيفا نحن هالسنة 2018 وكأس العالم بروسيا وروسيا عم تقصف السوريين وتموتهم بسوريا ما بدكوا تعملوا شيء ما قلنا فصل السياسي عن الرياضة يا عمي فيفا روسيا هجمت على أوكرانيا وبلشت قصف ما بدكوا تعملوا شيء ما قلنا فصل شو؟ قرار صادر عن الفيفا منع روسيا من كأس العالم 2022 والأندية والمنتخبات الروسية ممنوع تشارك بأي بطولات والله السوريين عادي يموتوا بس الأوكرانيين نو 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 حرام اللاعب المصري أبو تريكا بعد ما لبس كنزة مكتوب عليها تعاطفا مع غزة أخذ كارت أصفر وغرموه واللاعب المالي فريدريك عمر بعد ما تضامن مع فلسطين غرموه وتعاقب وأنهوا مسيرته الرياضية لكن بالمقابل أخواتي لاعب أوكراني بنادي أتلانتا الإيطالي لابس كنزة بقلب المباراة مكتوب عليها لا للحرب في أوكرانيا وما توجه له أي عقوبة مع أنه خرق قانون الفيفا بفصل السياسة عن الرياضة بس بالعكس احتفوا فيه بالإعلام الغربي مش بس هو كتير لاعبين أوروبيين كمان والله يا فيفا هيك ما أوكرانيا حرام طيب وعلى هيك زي ما قال أبو تريكا لازم أندية ومنتخبات الكيان الصهيوني تنمنع لأنه محتل زي ما منع الروسي شو فيفا لا هذا احتلال حرام
ممكن حدا يسأل ليش حكومات الغرب تتعامل معنا بازدواجية؟ ببساطة لأنه مش شايفيننا كدول وسيادة وكذا، شايفيننا أقل منهم وهن المتفوقين. إنه أنتوا موتوا عادي، نحنا بس نقرر ننصفكم مننصفكم، بس نحبوا على ذوقنا. هيك وأكتر من هيك ما ضل وضوح، لأنه هذا هو العالم المنافق المحكوم بالقوة. وهذا إذا بيعلمنا شيء واحد، إنه حقك وأرضك ما بيحميه ولا بيدافع عنه غير أنت بدمك ومقاومتك. سلام أخواتي.